قبل ما نكمل كلامنا في لفتة رائعة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيهنئ فيها الكابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده. لفتة طيبة جدا فعلا من طبعا اكيد يعني احسن لعيب في افريقيا ورئيس النادي الاهلي اكبر نادي في مصر احسن لعيب في افريقيا طبعا سنه 83 فلفتة كبيرة جدا من رئيس الاتحاد الدولي وعن استحقاق يعني.